السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايبكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا سهلة وبسيطة زي كل مرة، وان شاء الله مكوناتها موجودة في قلب بيتنا. مش هنحتاج الا مكون واحد بس، او هي نص معلقة واحدة بس هنحطها باذن الله على الكوباية ديت. ده ان شاء الله هتنزل معاكي الدهون مهما كانت متحجرة او مهما كانت ما بتنزلش، ومهما كان وزننا ان شاء الله الكوبايه اللي احنا هنعملها ديت ده هتنزل معانا الوزن بطريقه كويسه جدا. لو احنا ان شاء الله بقى مشينا على الكوبايه ديت بطريقه صحيحه وتابعنا مع بعض الفيديو للاخر، مش عايزه اقول لك ممكن تنزل معاكي الوزن حوالي 40 كيلو في اقل وقت في اقل مده، تمام؟ بس لازم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان تعرفوا ايه هي الوصفه بتاعتنا وايه هي الخطوات، لان اهم من الوصفه تعرفي ازاي بناخد الكوبايه وتعرفي الخطوات بتاعتها ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. يلا بينا مبدئيا كده يا جماعه هنعمل الكوبايه بتاعتنا. بس عايزه كل حبايبي اللي بيشوف الفيديو بتاعنا يحط لايك كده للفيديو، ولسه بشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصلوا مني كل جديد. اعملوا بقى الفيديو شير علشان ناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا، تمام؟ تعالوا بقى نحضر الكوبايه بتاعتنا. زي ما قلت لكم كده احنا مكوناتنا موجوده في كل بيت. زي ايه؟ زي الشاي الاسمر. ده ان شاء الله اللي انا هحتاجه في الوصفه بتاعت النهارده، اللي هو الشاي الاسمر. ولو انت حابه تعملي شاي اخضر مفيش مشكله، تمام؟ بس انا بسهل لكم الموضوع على اساس الموجود عندنا نستعمله. اي نوع شاي موجود عندك استخدميه، علشان الناس اللي هي بتسال على نوع الشاي او الماركه بتاعته انا بقول لك اي شاي موجود او متوفر عندك اعملي منه. ده كده انا هستخدم نص كوبايه على حسب ما انت بتحبي الشاي بتاعك، تقيل خفيف اعمليه. اي كوبايه شاي انت بتعمليها وبتفضليها تقيل خفيف انت ممكن تعمليه. والناس اللي هي بتقول ينفع شاي تخسيس، ينفع يا جماعه شاي تخسيس، بس زي ما قلت لكم انا بوفر عليكم وبسهل عليكم الطريقه، لان في ناس ممكن ما يكونش عندها شاي تخسيس تقوم عامله البديل بتاعه اللي هو شاي ايه؟ الشاي الطبيعي العادي، تمام كده؟ هاخد بس كمان شويه صغيرين كده علشان يبقى الشاي مظبوط معايا، تمام؟ ده كده هو خلصنا الشاي بتاعنا. معايا بقى تاني حاجه الحبتين الحبهان او الحبهيل زود زي ما احنا بنقول عليه اهو، ده موجود برده في مطبخنا، ده اللي احنا بنستخدمه، تمام؟ اهم حاجه انا مش هحط الحبيتين كده مقفولين، لا انا هفتحهم. ده كده انا هفتحه زي ما انا فتحت اهوت واحطها بحل، يا اما هفرغ كل المحتويات ده اهي اللي انتوا شايفينها دهيت اهي، كل دوت نزل اهوت. وبحط كمان اللي الجلد او الحبايه، تمام؟ ده كده تاني حبايه اهو. ده ما شاء الله بيدي نكهه كويسه جدا للشاي، وفي نفس الوقت بينزل معاكي الدهون المتكتله، بيقلل نسبه الكوليسترول في الدم. ده كويس جدا جدا في نزول الوزن. الناس اللي هي حابه تخس ده كويس جدا في نزول الوزن. خلاف كده كده كمان ان هو بيطهر جسمنا من السموم وبيطهر القولون، بينظف المعده بتاعتنا كمان. بيعمل ايه؟ بيسد الشهيه معانا، دي اهم حاجه اللي احنا عايزينها النهارده في الكوبايه دي. طيب دلوقتي كده انا هنزل عليها بالميه المغليه وهقول لكم ايه هو المكون الثالث اللي احنا ان شاء الله هنحطه النهارده. ده معايا الميه المغليه بتاعتي اهيت زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا نقلب الكوبايه بتاعتنا كويس جدا. وعلى فكره يا جماعه لو انتم ما عندكوش المكون الثالث اللي احنا هنحطه دوت، الكوبايه دي كفايه قوي تبقى كويسه جدا، بس احنا نداوم عليها، تمام؟ مفيش لا سكر مفيش اي حاجه، ما بناخدهاش بالحاجات دي كلها. وبقوم مغطيه عليها شويه، بس هنحط المكون الثالث بتاعنا الاول. ده بقى يا جماعه تالت مكون انا هحطه على الكوبايه بتاعتي، اللي هو ايه؟ اللبان الدكر اللي انتوا شايفينه دوت، او اللبان المر. اللبان الدكر او اللبان المر دوت ده بيجي من عند العطار. انا بعمل فيه ايه؟ باخده بطحنه كده زي ما انتوا شايفين كده، بطحنه كويس جدا وهوريكم برده وهو مطحون. وبنعمل فيه ايه اهو، هو ده كده يا جماعه شكله بعد ما بتطحن، بيبقى بالطريقه دي كده. في منه بيبقى ابيض وفي منه بيبقى مصفر شويه، يعني على حسب اللبان اللي انت بتجيبيه. ده كده يعتبر نص معلقه انا هحطها على الشاي اللي انتوا شايفينه ده كده اهو اهو بالشكل ده كده. هقول لكم برده على طريقه حلوه قوي ممكن تستخدمي كل اللبان الدكر دوت، على اساس ان انت انا حطيته كده على ميه سخنه لان هو عشان يبوش معايا بسرعه، وانا هسيبه لغايه ما احس ان هو باش بسرعه. وعلى فكره هو مطحون، يعني محدش يقول لا ده هياخد وقت، لا مطحون وميه سخنه هيبش معاك على طول.
هقول لكم برضو على طريقة تانية كويسة جدا. ده كده اول كوباية انا عملتها معاكم، هسيبها كده اهو يعني لمدة 10 دقايق ربع ساعة بالطريقة دي كده لغاية ما تبرد معايا. هرجع تاني اقلبها، هتبص يعني ايه، هتحس ان هي كوباية الشاي بعد ما كانت حمرة معاكي بقى لونها ابيض. انا هسيبها كده على جنب شوية. تعالوا بقى نعمل مع بعض كوباية تانية. دلوقتي يا جماعة هنعمل الكوباية التانية اللي احنا هناخدها. الكوباية ديت ده هتتاخد على الريق، هناخدها الكوباية ديت هناخدها مرتين، 2 في اليوم اللي انت شايفينها دي، تمام، اللي احنا عملناها مع بعض ديت، عشان حد يشيك في التعليقات يقول لي انت ما قلتيش. لا، الكوباية دي هناخدها ان شاء الله بعد ما تبرد خالص معانا كده، هناخدها مرتين 2 في اليوم، مرة بعد الغداء ومرة بعد العشاء، تمام. اي وقت بقى انت عايزاه، بعد الغدا مثلا بساعه بنص ساعه، انت وراحتك، تمام. يبقى انا كده عملت معاكم اول كوبايه. تعالوا بقى نشوف الكوبايه الثانيه اللي احنا هنعملها. الكوبايه دي زي ما قلت لكم هناخدها على الريق. هقول لكم لها فوائد عظيمه جدا، يعني يا ريت تنتبهوا معايا وتتابعوا معايا الفيديو علشان تستفيدوا من يعني من المعلومات ديت باكبر قدر ممكن، تمام. دلوقتي كده يا جماعه بقى انا معايا الحبيتين اللبان الذكر اللي انتم شايفينهم دول، او اللبان المر، انا بحطهم كده اهو في الكوبايه. هسيب الكوبايه ديت لغايه قد ايه، او المده بتاعتها قد ايه؟ هسيبها لمده 12 ساعه. المايه دي يا جماعه على فكره نضيف، المايه دي من الحنفيه، يعني ميه عاديه خالص، احنا ممكن بنجيبها بنسخنها وبنغليها كويس جدا علشان تبقى معقمه معانا، وبسيبها لغايه ما تبرد، واقوم حاطه فيها الحبيتين اللي انت شفتهم معايا دولت، اللي هو اللبان الذكر او اللبان المر. قلت لكم بيجي من عند العطار، عشان برضو الناس اللي هتسال، ده يا جماعه بيجي من عند العطار. طيب تعالوا بقى نعرف يعني فوائده ايه او بيعمل ايه. انا هسيبهم كده يعني، ممكن اعملهم بالليل واصبح اشربها على الريق على معده فاضيه، بقى قاعده 12 ساعه علشان الكوب اللبن دوت يبوش معايا خالص، ويبقى لون الميه ديت عامل زي اللبن كده، يبقى بيضه، تمام. دي اول حاجه هنعملها، وبغطي عليها كده بسيبها طول الليل. لو انت يعني ايه ممكن تاخديها تعمليها من المغرب كده، على اساس ان هي يعني على الصبح كده تبوش معاك وتبقى كويسه. طيب بتعمل ايه؟ باخدها على معده فاضيه زي ما قلت لكم. اول حاجه يا جماعه، الناس اللي هي عندها اولاد في الثانويه العامه، عندها اولاد بتمتحن، عندها اي حاجه، ده ممكن تاخد الكوبايه ديت، تمام. ليه؟ لانها بتنشط الذاكره، ما بتخليش عندك خمول، ما بتخليش عندك تبلد، الحاجات دي كلها بتنشط معاك الذاكره. الناس اللي هي بتنسى بسرعه ممكن تاخد الكوبايه ديت. تاني حاجه اللي هي بتقوي عضله القلب معاكي، يعني بتخلي القلب قوي وسليم. الحاجة التالتة بقى اللي هي بتمنع الجلطات تماما، يعني الناس اللي هي دايما بتجيلهم جلطة او الحاجات دي كلها، دي بتمنع الجلطات. في حاجة كمان ودي اهم حاجة معايا، اللي هي بتقلل نسبة الكوليسترول من الدم، تمام. ودي الحاجة المهمة اللي انا بقول عليها، يعني ايه، ان هي ايه بتخلي جسمك ما يبقاش في دهون كتير، ما يبقاش إيه، احنا بناخدها اصلا يعني انا عاملة في الكوباية التانية ديت على اساس ان هي بتنزل الدهون من الجسم وبتقلل معايا الوزن. دي اهم حاجه في الوصفه بتاعتي، كويسه جدا كمان للبشره. يعني انا قلت لكم فوائدها في الكوبايه الاولانيه اللي انا عملتها بالشاي، الفوائد التانية دي بقى انا بقول لكم على الكوبايه دي. بتاخديها للتخسيس، بتاخديها للبشره كويسه جدا، بتاخديها اللي بتفتح البقع الداكنه اللي بتبقى في البشره والحبوب والحاجات دي كلها. على فكره انا لو انا قعدت ساعه كامله اشرح لكم الفوائد بتاعتها مش هتكفي، علشان ما اطولش عليكم الفيديو، يعني كفايه قوي كده النهارده. يبقى انا كده خلصت معاكم الفيديو يا جماعه، وعملت معاكم كوبايتين. الكوبايه اللي انت حابه ان انت تاخديها على الريق اللي هي الكوبايه ديت، ده ممكن تاخديها هتعمل معاك فوائد كتير جدا. حابه تاخديها على اساس ان هي تخسيس، هناخد الكوبايه ديت مرتين زي ما قلت لكم، تمام. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، شيروه علشان ناس كتير تستفاد منه، بالذات الناس يا جماعه اللي هي يعني عندها امتحانات الايام دي في الثانويه العامه، الحاجات دي كلها، ده كويس جدا لتنشيط الذاكره، بتخلي دايما على طول ذهنك صافي، بتركزي اكتر. اي حاجه انت يعني الناس اللي هي دايما بتحفظ وبتذاكر وفي الاخر بتنسى الحاجات دي كلها، الكوبايه دي كويسه جدا ليهم، تمام. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.